بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أود في البداية أن أشكر أخي وصديقي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة، وأن أعرب له عن عميق ارتياحي والوفدة المرافقة لي بما حظينا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة جزائرية أصيلة. إنه لمن المعلوم عندنا جميعا أن علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاريخ، كما أشار له الآن فخامة الرئيس عبد المجيد. ونحن الآن نعمل على تعميقها والارتقاء بهذه العلاقات لتكون على مستوى الأخوة والصداقة التي تربط شعبين الشقيقين. لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لترسيخ علاقات التعاون هذه، وقد تجلى ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات التي حضرناها قبل قليل في مجالات مهمة مثل التعليم العالي والصحة والتكوين المهني والتشغيل. كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتداول حول القضايا الثنائية وحول أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تهم بلدينا. وإجمالا فقد كانت هذه الزيارة زيارة مثمرة وبناء، جددنا خلالها عزمنا المشترك على مضاعفة الجهود سويا من أجل الدفع بالتعاون بين بلدينا إلى مستويات أكثر تنوعا وأكثر رسوخا خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين ومغربنا العربي الكبير وأمتنا الإسلامية عموما. شكرا والسلام عليكم.